رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه لقاءاتنا الخاصة جدا والحصرية مستمرة. دلوقتي هنشوف مع بعض لقاء خاص جدا مع النجم حمادة هلال. احنا كنا موجودين معاه وبيصور احدث اغانيه، هنتكلم عن الاغنية وهنعرف تفاصيل واسرار اكسكلوسيف مع النجم حمادة هلال. كل فترة وليها طريقة. زمان كان ممكن تخطط فعلا، يعني كان في فترة زمان كده، يعني نقول من 5-6 سنين أو 10 سنين قبل، يعني قبل الثورة من الآخر، يعني كان ممكن تخطط، كنت بتعرف تقول ممكن أنزل في بداية رمضان بغنوة إن كانت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو أي غنوة دينية، عيد الأم تنزل بغنوة عملوها الرجال، الفترة بقى اللي هي كانت الفترة اللي تعرف تخطط فيها. لكن احنا في الفتره الحاليه اللي احنا فيها، اللي احنا بقالنا سنين، لا دي مش فتره تخطيط، واللي يقول لك انا بخطط لا، الخطط لازم تبوظ. لكن حضر وما تسكتش، يعني حضر. انا يعني مثلا انا حضرت غنوه الام، كان المفروض انزل السنه اللي فاتت واللي قبليها كمان، بس ما نزلتش. فلا انا قلت المره دي مش هفوت الفرصه، وان شاء الله نازلين. اتمنى طبعا ان انا يبقى فيه كل حدث تبقى انت موجود، بس تقريبا خلاص انا شايف احنا الفتره دي لما تبقى في كل حدث موجود فيه ممكن يبقى الموضوع يقلب كوميدي شويه. يعني انت دلوقتي انت عارف البديهيات بتاعتنا دلوقتي، فانا حتى بقيت شغال عليها كبديهيات، فانا مش شايف كل مناسبه اروح نازل بغنوة. انا دلوقتي مش شايف ان الفتره دي مش لايقه على الحاله دي بصراحه. الفتره دي لايقه ان انت معاك غنوه حلوه انزل بيها. غنوه ست الحبايب عشان خاطر اللحن بتاع الغنوه والكلمات رايحه للناس قوي، يعني بمعنى بسيط نازله للناس. احنا ساعات بنفكر دلوقتي بطريقه ازاي نعمل في الاغاني غنوه الام او غنوه دينيه، نعمل بقى مزيكا فيها جديد ونخش في الغرب شويه. لا خالص، احنا ممكن تغني اي غنوه بره الصندوق واعمل غربي زي ما انت عايز، واعمل انت الاغاني المصريه لازم تبقى هي بالطبع المصري الشرقي اللي يحبه كل الناس. يعني انا مش شايف، يعني انا لما جربت في حياتي غنوه جماهيريه كنت قبل عملوها الرجاله كنت بعمل حاجه كانت رايحه في حته الهاوس كده وفيها هتاف، بس انا حاسس ان كان ممكن تنجح في فتره بس. لكن عملوها الرجاله كلحن هتحس ان هو لحن قريب من ودنك. والله مش بتكلم ان هو ده دي غنوه بتاعتي، طب ما قبليها في غنوه مكسره الدنيا وفضل عايشه معانا اللي هي مبروك 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 عليكم وعلينا يا رب. طب مديني الاغاني الوطنيه اللي هتفضل عايشه عشان برضو قريبه للناس. يعني بحاول اعمل حاجه تبقى قريبه للناس، ما ينفعش نعمل حاجه يعني فيها افتكاسات او فلسفه موسيقيه انت بتخاطب بيها الناس البسيطه كلها. مفيش خط، انا واضح، مش هقعد اقول لك انا لا انا راسم خطه جهنميه. انا مفيش، انا منفذ لغايه وقتنا هذا منفذ اكتر من 12 غنوة. ما انا ممكن انزل بالبوم بكره، بس انا شايف لو نزلت بالبوم بكره هيتظلم، فحرام. ما دي اغاني متكلفه ومتكلفه على حسابي انا، حسابي الشخصي، والغنوه بتتكلف رقم كبير. انا مش بروح اكلف غنوه يا زي ما بيقولوا يعني يلا في بيتها وخلاص، يعني لا، انا الغنوه معايا بتتكلف من مؤلف وملحن موزع واستوديوهات وبتاع، ده موضوع تاني خالص. وكمان انا مش بحب اعمل اوديو بس، انا احب اعمل اوديو واصوره. كل ما تنزل بغنوه سنجل كل ما انت بقيت قريب للناس قوي. يعني كل ما تنزل بغنوه سنجل تديها وضعها على الاقل شهر شهر ونص تبقى انت خلاص اديت الغنوه دي حقها. لكن لو نزلت ب 13 غنوه ولا 12 غنوه في وقت واحد، ده هياخد من ده غنوه تاخد من الغنوه دي، في اغاني حلوه جدا هتتظلم. هل لحن اغنيه اولا لا شبه اغنيه فطومه اللي غناها فريق واما؟ نفسي اكلم ماما طب لا ولا غنوه اولا لا غنوه، هو اصلا فلكلور روماني واتعملت هنا بفطومه، واحنا عملناها برضو. انا نزلت في نفس الوقت اللي نزل فيها فطومه، وطبعا انا يعني هم كانوا فاكرين، يعني في ناس بتقعد تقول لك انا واخد من هنا، ولا هي في الاخر غنوه روماني موجوده يعني، ومن سنين دي معموله 2011.
لما نزلت بالغنوة فكنت المفروض بتصويرها، بس حصلت مشكلة في التصوير، فقلت ألحق أعملها ككرتون كده بسيط يعني. فنزلت فللأسف أنا عملت تجربة أنا كررتها عملتها قبل كده يعني، أشرب شاي نزلت قبل الإعلان مثلا ب4 شهور، ولما عملت الإعلان عملته بنفس الأوديو بس بكليب تاني، كان ممكن أعمل نفس الكليب. أنا لما لقيت في فكرة موجودة في ولايقة على غنى وتقول الله مش لاقي لها أي حاجة تانية، فلقيت منى عارفة بصراحة، لقيتها هي أكتر واحدة لايقة على الغنى يعني. منى بفكر إن أنا وهي نعمل حاجة تبقى جديدة، فقلت أجيب منى، عملنا الكليب يعني إن شاء الله بيه. ويا ترى إيه رأي حمادة هلال في منى عرفة؟ وليه اختارها عشان تكون معاه في الكليب الجديد؟ منى عرفة وهي طفلة صغيرة أنا كنت برضو بشوف فيها إن نجمة كبيرة جاية، غير ما هي كانت نجمة مكسرة الدنيا يعني، دي أقوى طفلة بجد، كانت ما شاء الله عندها موهبة غير عادية، ما شفتهاش غير في يعني ربنا يديها الصحة فيروز. منا أنا دلوقتي شايفها وواثق إن في منتجين كتير أو مش واخدين بالهم من الحتة دي، أنا شايف إن منا دي سعاد حسني اللي موجود والله العظيم. في ناس ممكن يعني تفكر لا، ركز كده في منا عرفة دلوقتي بشكلها بطريقتها بخفة ظلها، لا فعلا هي سعاد حسني. من الكليب ده هتشوف منا إذا شاء ربنا. وكمان ايه رأي حمادة هلال في اغاني المهرجانات؟ وهل بيفكر يعمل ديو مع مطرب من مطربين المهرجانات؟ انا بحب كل الناس، وكل الناس ربنا يرزقها، وعندنا نقابة لازم نحترم رأيها، وعندنا ناس يعني خبرة كبيرة لازم احترمهم واحترم كلامهم، بس ده مش يقولك اللي انا بعمل دويتو مع حد. انا عمري في حياتي ما فكرت اعمل دويتو يعني، عمري في حياتي ما فكرت اعمل دويتو مع اي حد. انا اتمنى اعمل دويتو مع اي حد غنوته لايقه مع غنوتي، مش عمري ما فكرت اعمل دويتو مع حد. انا حابب اعمل دويتو يبقى لايق، مش لازم يعني انا لو عملت مع دويتو مع واحد بادئ خالص بس صوته لايق على صوتي والغنوه لايقين مع بعض، بالعكس ده انا هيبقى مكسب ليا اكتر. لقيت صورة طبعا موجودة كل الناس بتكلمني، انا كنت في فرح في اسكندرية عشان نخش في الحكاية على طول، فرح في اسكندرية فقابلت كان حمو داخل معزوم تقريبا في الفرح، ولقيته يعني اول مرة اشوفه يعني شخصيا يعني، شفته طبعا متابع الاغاني ومتابع الحوارات بتاعته والقصص الاخيرة اللي انا شفتها له. والله طلع لي فوق في سويدن، انا كنت قاعد فوق، قالوا لي حمو عايز يطلع يسلم، قلت له يتفضل يعني ده راجل انا بحبه، ماليش دعوه باي مشاكل لكن انا بحبه، بس انا بحترم النقابه قبل اي حد. قعد معايا لقيت دمه خفيف، وفجاه وقعد قال لي ما تيجي عايز نتصور فيديو، وهو بيتصور فيديو فجاه راح قايل انتظروا دويتو قريب. فانا ما ينفعش اكسف الراجل برضو موجود يعني ما ينفعش، فرحت قلت له اخبار الصين ايه، كان منزل فيديو كده عن الصين وبتاع، عشان ما حدش يفهم ان انا بستقل بحد خالص. الناس دي اللي يقول ان هم مش ناجحين يبقى هو في مشكله عنده، لا الناس دي ناجحه، الناس دي اغانيها ناجحه في حتت كبيره جدا وغريبه جدا، بس مش هو ده الفن، عشان نتكلم بالأمانة مش هو ده الفن بتاع مصر، مش هي دي الطريقة. هو المشكلة العيب للأسف ما تعرفش جاية منين، هو العيب طبعا ان احنا طبعا قللنا من مجهودنا شوية، هم عندهم امكانيات ابسط، هم يخلصوا الغنوة في 10 دقايق وربع ساعة وبسرعة ينزلوا. احنا للاسف الغنوة بتقعد معانا كتير، احنا بنالف الغنوة ونلحن الغنوة ونخش استوديو ونروح نصور بنقعد 3 4 شهور، وهم ما شاء الله في نص ساعه ينزلوا جمهورين اكتر مننا احنا يعني. بس انا مش والله ما ضدهم، ربنا يوفق كل واحد ويكرم كل واحد. اوكا اورتيجا بص
اقول لك على حاجه، انا كل موزعين المهرجانات انا اعرفهم وبروح. خلي بالك انا ماليش دعوه فكره المهرجانات، فكره كغنى وتركيبه ده قرار احترمه، لكن فكره ايه الموسيقى اللي انا بقدمها كحماده. طب ما انا عملت اشرب شاي مع موزع ما يعني يقال عليه مهرجان اوكا وارتيج. انا لما فكرت اروح لاوكا وارتيج كل الناس استغربتني، انت رايح لاوكا وارتيج هتعمل ايه؟ هتلاقي عنده. قلت لهم لا انا عايز اروح اغير اتجاه، انا كنت رايح لفلان الفلاني اللي بيعمل عارف بيعمل ايه الحماده هلال، لكن لما اروح لاوكا وارتيجا انا عايز اخليهم هم هناك يقول لك طب احنا هنديك ايه، فيقعد يفكر، فهو يحارب ويفكر صح ان ازاي اخد حماده في حته جديده وانا في الاخر مستفيد. اي نعم قعدنا فتره كبيره وتعبنا ونطلع بفكره لغايه ما هو قال لي عندي فكره اشرب شاي، قلت له عايز، انا الاسم خطفني خلاص. فانا بالعكس انا لو لقيت غنوه عند اي حد هروح اغنيها حلو، انا مش فارق معايا مين اسم مين، لكن فارق معايا ان انا اغني مع مين، ده يفرق معايا. لكن اروح اغني كلمات مين ولا الحان مين ده ما يفرقش معايا خالص. انا اروح اغني انا عايز اقول لك الفتره اللي فاتت دي اقسم لك بالله انا رحت بلاد ممكن اكون ما كنتش شايفها خالص في خريطه، بس رحتها وبسطت بمجدعه الناس دي وبرجولتهم وباستقبالهم. هم ناس شعراء وفي حتت يعني اتمنى ان هم ينزلوا ويبقوا في القاهره ويبقوا موجودين، لان الناس دي هيبقى ليها هيبقى ليهم وضع كبير قوي وشأن كبير قوي. انا رمضان اللي جاي تقريبا هبقى مريح في البيت شويه، عايز انام لي بعد الفطار كده وبتاع، ماليش نصيب. ماليش نصيب السبب مني انا، كل الناس اجتهدت معايا، كل الناس. انا مشكلتي ان انا متمسك بورق مش حابب اعمل غيره. هم جابوا لي كذا فكره واشكرهم طبعا، يعني الشركه اللي تتحط فوق الراس شركه سينرجي بالامانه. انا غصب عني انا حابب ورق معين انا حابب اشتغل، بس للاسف الورق ده هياخد وقت كبير، واحنا كان عاملين 3 حلقات والوقت خلاص. فانا قلقت اللي انا على ان انا هبقى على مسؤوليتي، فانا قلقت اللي انا الحاجه اللي على مسؤوليتي دي يخش تصوير وانا اعمل لهم دروب كبير قوي، ان احنا نبقى في ما خلصناش ربع المسلسل وخلاص داخل علينا شهر رمضان، يبقى انا خسرت الناس. فلا وهم احترموا وجهه نظري ان انا الافكار اللي كانت جايه افكار حلوه، بس قلت لهم انا نفسي في ده. كل سنه وكل ام بخير، كل سنه وانت طيبه يا امي، ربنا يخليكي ليا يا رب، وتومي بالسلامه ويشفيك ربنا ويخليكي ليا ولاخواتي وكل الحبايب. كل سنة وكل أم بخير، ربنا يحافظ عليكم ويخليكم لينا، لأن احنا من غيركم ما بنسواش، من غير دعوتكم ما بنسواش.